السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، كنتمنى من الله كلشي يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. كما كتشوفوا معنا في هذه اللحظات كنتواجدوا في الجنبات ديال السوق النموذجي، والسوق النموذجي دارين به مجموعة من الملاعب، ملاعب القرب، منها ملاعب كرة القدم ومنها ملاعب ديال الباسكيت. اليوم غادي تكتشفوا معنا الأشغال فين وصلات ونقربوكم من الأمور كيفاش غادا. فالناس كتسول على التراموي، التراموي على الطريق ديالو هي فين كاين هاد المانيطو من ورا العمارات، وغتمشي لنا في هاد الاتجاه هذا وغطيحنا في الطريق هادي. هادي من جهة، من جهة أخرى غادي نمشي ونقرب لكم من الأشغال فين واصلة. كنشوفوا واحد العملية ديال التشجير اللي هي جديدة هنايا، اللي غادي تعطينا واحد الجماليه هنا في الجنبات. وهنا الملعب اللي خاص بالباسكيت، هنايا كنشوفوا اللعيبات ديال الباسكيت اللي غادي يتقادوا لنا ان شاء الله هنا، وغيعطينا امور اللي هي مزيانه. شفنا جوج الملاعب ديال كره القدم من لهيه، وشفنا ملعب ديال كره القدم من هنا، زائد ملعب ديال الباسكيت. هنا العمليه ديال التشجير متواصل هنا في الجنبات، وغادي نقطع معكم من الباب الرئيسي ديال السوق اللي في الجهه الاخرى، لان عندنا الباركينغ في الخلف. يعني غادي نشوفوا مجموعة من التغييرات ان شاء الله. خليكم معنا هنا الملعب رقم 3. الملعب رقم 3 كنشوف امور اللي هي مهمة هنا صراحة، فصراحة قول وفعل السيد الوالي اليعقوبي في انتظار ان شاء الله مشاريع اخرى، امور كبيرة اللي جاية في الطريق. غنضرب بكم من جهة الباب الرئيسي ديال السوق، غنوريكم الباركينغ، غنوريكم الملاعب اللي واجدين دابا بواحد النسبة ديال 80%. تبارك الله، راه مساحة كبيرة. فكما كتشوفوا معنا هنا المدخل الرئيسي ديال السوق النموذجي، يعني كنشوفوا فيه هنا غيكون عندنا واحد البيرو هنا، غتكون مجموعة من الأمور. كنتمناهم الله أنه يكون تنظيم محكم، نتمناهم الله يكون تنظيم محكم، وهادشي اللي كنتمناه. هنا الباب الرئيسي، وهنا احتمال أن غتكون عندنا شي طريق هنايا، هاد البلاصة هادي غتكون عندنا فيها شي طريق اللي غادا تخرجنا مباشرة في هاد الاتجاه هذا. وكما كتشوفوا الملاعب ديالنا راه تقريبا طابيات، راه نحطوهم هنايا وان شاء الله راه الملاعب في المراحل النهائيه. نتمناهم الله انه يتفوتوا للناس اللي عرفوا يخدموا عليهم، وتكون الاستمراريه، ماشي نشوفوا الملاعب ودوز واحد الفتره ونشوفهم تدمروا وما بقى حتى شي حاجه. بغينا هاد الملاعب هادو يبقاو في صوره جميله، بغينا هاد الملاعب هادو يبقاو في واحد الصوره اللي هي جميله ان شاء الله. كما كتشوفوا هنايا الاشغال متواصله في الجنبات ديال دور 70. واحد النقطه الاخوان اللي ما تفهمهاش ليا، في واحد الورقه في واحد البلان كيبانوا عندنا جوج تيرانات ديال الكره هنا، وواحد ديال الباسكيت الفوق. اليوم كنشوفوا عندنا جوج تيرانات هنا، جوج تيرانات هنا، وواحد الباسكيت راه جا خارجة فيه واحد العمود كهربائي، يعني باقي هنا شي غيتصبغ. يا سلام، هذا واحد المنظر زويون الاخوان هنايا، هادشي هذا يا سلام، داكشي كيبان زويون الخوت، كيلزم غير اننا نحافظوا عليه، كيلزم غير اننا نحافظوا عليه. هذا هو اللي كاين، ملاعب جميلة غتعطي واحد الإضافة. يعني ممكن اليوم كلنا نتحركوا، كلنا نترينيو، كلنا نديرو واحد السويعة ديالنا ونترينيو مع راسنا، نخرجوا وليداتنا على الأقل. تقدر تاخذ واحد الساعة وتخرج وليداتك تلعب انت وياهم هنا، ما كاينش مشكل، شي حاجة اللي غتكون زوينة بزاف. فمرة أخرى كنبغي نقولوا شكرا للسيد الوالي اليعقوبي، شكرا لجميع المسؤولين المتداخلين في هذه العملية هذه ديال الملاعب ديال القرب، وكذلك الفضاء هنا اللي عندنا لداخل ديال الجوطيه ديال السوق، السوق الجديد. فهاد الامور كلها غادي تتقاد، كتشوفوا هنايا الملاقيه ديال
ديال الطابي هذا على اساس ان شاء الله تكمل الصوره وتكون الجماليه ان شاء الله وما يكون غير خير. كما كتشوفوا معنا دائما مشاهدينا الكرام، هنا الملاعب الجديده، هنا فين كان دوار اهل الحارث، وهنا ولات الصوره مغايره للماضي، تغييرات كبيره. وهنا غادي يكون عندنا واحد الباركينج، غادي يكون عندنا واحد الباركينج كبير هنا ان شاء الله اللي خاص بالسوق النموذجي. كما كتشوفوا معنا دائما مشاهدينا الكرام، هنا الملاعب وهنا السوق النموذجي وهنا الباركينج اللي غيكون تابع للسوق ان شاء الله. غتكون امور تنظيميه اللي هي كبيره ان شاء الله، تكون امور اللي هي مزيانه، فكيلزم يعني الساكنه وجميع الناس انهم ينخرطوا في هذا العمل هذا، في هذا التغيير هذا. لان كنشوفوا هنا الجوطيه ديال اهل الحارث فين كانت، والناس كيفاش كانوا ساكنين هنا. اليوم كنشوفوا تغييرات كبيره، كنشوفوا امور كبيره بتعليمات من السيد الوالي، فاللهم يسر يا رب والله يسخر الامور. في انتظار الصوره النهائيه، في انتظار الصورة النهائية ديال السوق النموذجي، وكذلك المرأة اللي غيكون في الجنبات والملاعب كذلك، فحويجات زوينة جاية في الطريق إن شاء الله. نتمناهم الله الخير والتيسير. هنا مجموعة من المعدات اللي كنشوفوا فيها في الجنبات، خدمة كبيرة كدار، مواكبة خاصة ديال السيد الوالي اليعقوبي. تحركات هنا وهناك بدوار أهل الحارث ودوار الناصر الشمالي، اكبر المتفائلين. ما كانش كيتوقع انه غيكون سوق نموذجي، غيكون عندنا ملاعب القرب، ترامواي، بنايات جديده، مشاريع جديده، فاللهم لك الحمد. في انتظار تفعيل باقي المشاريع، باقي الامور ان شاء الله. فكما سبق واشرت لكم، هذه النقطه اللي غيجي منها الترامواي، في كاين المانيطو اللي من يدخل لنا من جهه ولاد مطاع عبر الطريق السيار. وغادي نشوفوا العمليه ان شاء الله ديال الاشغال ديال الترامواي. نتمناهم الله الخير والتيسير يا ربي. الى هنا مشاهدينا الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.